بسم الله. الجريد سيستم، ايه الجريد سيستم؟ بطريقة سهلة جدا هبدأ احط الجريد، بدل ما انا كنت باجي هنا في القائمة دي واقول له جريد اليمنت احط واحدة واحدة، لا انا ممكن اجي هنا من ديزاين جريد سيستم. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انت عايز الجريد بالشكل دوت ولا بالشكل دوت؟ طيب انا عايزه بالشكل دوت. لو هنا هبدأ اديله القطر او نص القطر، تمام. هنا بيقول لي طب انت عايز ايه؟ رأيك اعملك اوفر ان انا احط لك كولوم في كل التقاطعات بتاعت خطوط الجريد؟ اقول له ماشي. طب اي كولوم خلاص، ممكن احط اوبجكت سيتنج، ابدا احدد الكولوم اللي انا عايزه من الارتفاع بتاعه الكام و و و نفس القائمه. ان انا لو جيت من ديزاين واخترت الكولوم هتظهر لي، فانا بختار هنا نوع الكولوم اللي انا عايزه وكل المواصفات اللي انا عايزها. طب بيقول لي انا ممكن اديك اوفر كمان اللي هو ايه؟ البيم. هحط لك بيم بين الكولوم وتبدا تحدد البيم اللي انت عايزه، تمام. طيب في تاني بيقول لي انا ممكن احط لك دايمنشن بين كل ايه خطين، ماشي حط لي. طب التوتال دايمنشن برضه حط لي، تمام. فهو كده يحط لي الكولوم ويحط لي البيم ويحط لي الدايمنشن، تمام. جريد اليمنت هنا بيقول لي طب القاعدة بقى انت عايز التسمية بتاعتهم ايه؟ الهورزنتال هتسميه ازاي والفيرتيكال هتسميه ازاي؟ ممكن مثلا تغير نوع التسمية او تقول له انا عايز ابدأ من رقم كذا، تمام. طيب احنا كده اخترنا التسمية. طيب الجريد ممكن اقول له ايه؟ انا عايز ازود جريد كمان. طب على مسافة قد ايه؟ تبدأ تحدد المسافة اللي انت عايزها. يعني ممكن تقول له مثلا خلي لي ده 5000، خلي لي ده 3000، وتبدأ تحدد المسافات اللي انت عايزها. والفيرتيكال كذلك برضو تبدأ تزود او تنقص زي ما انت عايز، تمام. لما تخلص خالص اقول له اوكي. بيقول لي انت عايز تحطه فين؟ اقول له حطه لي في النقطة دي اللي هي نقطة الاصل. طب هتلف ولا مش هتلف؟ هدوس شيفت عشان تجمع مظبوطة، اقول له لا خليه الانجل بصفر، تمام. طيب عايزين نشوف الشغل الحلو ده هتعمل فين؟ هدوس في 5، في 3، اللي انا عايز اشوفها في 3D. نصبر عليه. تمام زي ما انت شايف اهوت الجريد اتعمل والكولوم، تمام. كل حاجه اترسمت في ثواني بدون ما ياخد وقت. طبعا انت ممكن تكون في حاجه مش عايزها تبدا تلغيها، حاجه عايز تعدل فيها براحتك خالص، اي حاجه عايز تعدل فيها. بس الفكره ان هو وفر عليك وقت كتير قوي، بدل ما كنت هتعمل ده الجريدات كلها لوحدها وبعد كده تبدا تحط كولوم وبعد كده تبدا تحط الكاميرات بتاعتك، لا هو خلصها لك كلها في ثواني.